مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام حياكم الله معنا في حلقه جديده من برنامجكم حديث المساء اللي يطلع عليكم يوميا نستعرض فيه اهم مجريات اماره الشارقه والمنطقه الشرقيه اضافه الى الضيوف والتقارير اللي تثري ذائقتكم فحياكم الله معنا والى العناوين سلطان القاسمي يفتتح محطه الشارقه لتحويل النفايات الى طاقه مشروعات إبداعية من طالبات جامعة الشارقة فرع خرفكان. مسجد سالم مطوع منارة إسلامية بمدينة خرفكان. أيضاً مشاهدينا الكرام دائماً كما عودناكم إضافة ذلك نبدأ معكم الحلقة بأهم الأخبار خلكم ويانا. مشاهدينا في خبرنا الاول سلطان القاسمي يفتتح محطه الشارقه لتحويل النفايات الى طاقه. تفاصيل هذا الخبر افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم اماره الشارقه صباح اليوم الثلاثاء وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقه وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقه. وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. نتابع التفاصيل في التقرير الآتي: دعما للقطاع البيئي في دولة الامارات العربيه المتحده وفي اماره الشارقه وفي اطار دعم الاقتصاد المستدام ايضا افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم اماره الشارقه وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقه وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقه وسمو الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي نائب نائب حاكم الشارقة بالإضافة لمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصدر افتتح سموه محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وتعد المحطه التي طورتها شركه الامارات لتحويل النفايات الى طاقه وهي شركه مشتركه بين بيئه المجموعه الرائده بالمنطقه في مجال الاستدامه وشركه ابو ظبي لطاقه المستقبل مصدر احدى الشركات العالميه الرائده في مجال الطاقه المتجدده تعد انجازا جديدا يضاف للدوله على وجه العموم والاماره الشارقه على وجه الخصوص حفل الافتتاح استهل بكلمه لسعاده محمد خلف مدير عام هيئه الشارقه للاذاعه والتلفزيون قدم من خلالها عرضا عاما حول انجازات شركه بيئه. ها نحن اليوم وبفضل وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم وتشجيع سموكم وانفاذا لرؤيتكم السديده يا صاحب السمو ندشن واحدا من اهم وابرز المشروعات بقطاع الطاقه في الدوله. والأول من نوعه، ويعتبر نقلة نوعية على صعيد تحويل النفايات إلى طاقة، والذي يأتي بالتعاون مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر إحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة. ستكون المحطه الجديده اضافه كبيره لامارتنا الباسمه ودولتنا الغاليه لانها ستعزز مستوى الاستدامه وتؤمن مصدرا اخر للطاقه الكهربائيه وبالتالي تدعم الاقتصاد الدائري وجهود دوله الامارات العربيه المتحده لتحقيق اهداف الامم المتحده الخاصه بالمناخ والمحافظه على البيئه وبما يخدم الاجيال القادمه بدوره ألقى خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة كلمة قدم فيها الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه المتواصل واللا محدود لشركة بيئة ولجهودها المستمرة. صاحب السمو أمرتم فأطعنا وجهتم فنفذنا وها نحن اليوم يا صاحب السمو نضع إمارتنا الحبيبة الشارقة على خريطة العالم بإعلان افتتاح محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة. ومع وصول المحطة لكامل طاقتها التشغيلية نكون قد وصلنا إلى معدل صفر نفايات وبالتالي تكون إمارة الشارقة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وما كان هذا ليتحقق صاحب السمو إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى ورؤية سموكم الحكيمة ودعمكم إلى محدود ثم ألقى محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره الى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه المطلق لهذا المشروع. ان هذا المشروع سيدي يتفوق من حيث المعايير العلمية والتقنية المطبقة فيه وهو ما يعكس الرؤية الاستشرافية لسموكم وحرصكم على ترسيخ ريادة إمارة الشارقة في مجال البيئة والاستدامة. وجعلها نموذجا يحتذى لمدن المنطقه ودعم هدف الاماره بان تصبح اول مدينه تحول جميع النفايات بعيدا عن المكبات في منطقه الشرق الاوسط. واسمحوا لي ان اتوجه ايضا بخالص الشكر والتقدير الى شركائنا في شركه بيئه. فبفضل جهودهم والتزامهم وتفانيهم وبفضل تعاوننا المشترك وشراكاتنا الاستراتيجيه طويله الامد اصبح مشروع محطه تحويل النفايات الى طاقه حقيقه على ارض الواقع. وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقه رفقه الساده الحضور عرضا حول مراحل انشاء محطه الشارقه لتحويل النفايات وابرز اهدافها ومرافقها ونتائج تشغيلها المتوقعه. أول مرفق مرفق استعادة المواد الذي يعتبر أحد أكبر مرافق استعادة المواد في العالم وأكبر مورد للبلاستيك المعاد تدويره. مرفق إعادة تدوير الإطارات يعتبر ويتميز بقدرة استيعابية عالية حيث أن لديه معدل استعادة يصل إلى 100% أي أنه يتبع دائرة الاقتصاد الدائري ونتمكن من إعادة تدوير الإطارات المستعملة لإنتاج المطاط المعاد تدويره وإعادة دمجه في الاقتصاد. مرفق اعاده تدوير مخلفات البناء والهدم يمتلك كذلك معدل استعاده عالي بنسبه 98% حيث اننا قادرون على انتاج مواد ركام يعادم دمجها في الاقتصاد مرفق اعاده تدوير المعادن يعتبر من المرافق المتميزه حيث لديه القابليه على تهشيم هيكل سياره بالكامل خلال 60 ثانيه فقط مرفق معالجه مياه الصرف الصناعيه يعالج مياه الصرف الملوثه بمعدل 350 متر مكعب يوميا من خلال عمليات متعددة لإنتاج مياه نظيفة يتم استغلالها في عمليات الري داخل مركز بيئة عقب ذلك تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالضغط على زر تدشين محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة إذانا بافتتاحها الرسمي سموه ايضا بتلقي هديه تذكاريه تقديرا لتشريف سموه حفل الافتتاح وستساهم المحطه التي اعلن عنها في العام 2018 في تحويل ما يصل الى 300 الف طن من النفايات عن المكبات سنويا ما يدعم تحقيق اهداف الامارات الخاصه بتحويل النفايات وادارتها كما ستمكن المحطه اماره الشارقه من رفع نسبه تحويل النفايات من 76% الى 100% لتكون اول مدينه في منطقه الشرق الاوسط تحول فيها جميع النفايات بعيدا عن المكبات اذا مشاهدينا الكرام من انجاز جديد يضاف الى اماره الشارقه ودوله الامارات العربيه المتحده ننتقل معكم الى خبرنا التالي سلطان بن احمد يتفقد نموذج مشروع البيت الشمسي بجامعه الشارقه تفاصيل هذا الخبر تفقد سمو الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقه رئيس جامعه الشارقه بعد ظهر اليوم الثلاثاء نموذج مشروع البيت الشمسي بجامعه الشارقه وتجول سموه فور وصوله للموقع في ارجاء النموذج التطبيقي للبيت الشمسي ومرافقه وهو المشروع الفائز بالمركز الثاني في مسابقه ديكاتلون الطاقه الشمسيه الشرق الاوسط 2021 تفاصيل في التقرير التالي في اطار اطلاع سموه المستمر على سير العمليه الاكاديميه في اماره الشارقه قام سمو الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقه ورئيس جامعه الشارقه بتفقد نموذج مشروع البيت الشمسي بجامعه الشارقه. وتجول سموه فور وصوله في الموقع في ارجاء ومرافق النموذج التطبيقي للبيت الشمسي، المشروع الفائز بالمركز الثاني في مسابقه ديكاثلون الطاقه الشمسيه في الشرق الاوسط للعام 2021 والتي نظمتها هيئه كهرباء ومياه دبي. بالتزامن مع اكسبو 2020 ويعد نموذج البيت الشمسي هو النموذج الابتكاري الذي شارك به فريق جامعة الشارقة تحت مسمى فريق الشارقة وتكون من مئة عضو بين طلاب وأساتذة من ثلاث كليات الهندسة والعلوم وكلية العلوم الصحية واستمع سموه إلى شرح مفصل حول المشروع وأهدافه وفوائده المتعددة، كما تعرف أيضاً خلال الجولة على أهم ما يتميز به المشروع الذي يراعي بشكل كبير توزيع المساحات بطريقة تحقق أعلى درجات الاستفادة. وفي ختام الجوله تفضل سمو نائب حاكم الشارقه بتكريم المؤسسات الراعيه للمشروع وفريق الشارقه الى جانب الاساتذه والطلبه العاملين في المشروع وعدد من قيادات الجامعه لمجهوداتهم الكبيره لتطوير ودعم اعمال الفريق. وكان سموه رفقه الحضور قد شاهدوا عرضا مرئيا تناول تجربه مشروع البيت الشمسي ومراحل انجازه المختلفه. كما ألقى الأستاذ الدكتور أحمد الشماع عميد كلية الهندسة كلمة قدم فيها شكره وتقديره إلى سمو رئيس الجامعة على دعمه ومتابعته الحثيثة. من جانبه ألقى الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي كلمة أكد فيها على استراتيجية الجامعة في دعم البحث العلمي والابتكار ما يسهم في الارتقاء بمقدرات ومواهب الطلبة. إذا مشاهدينا الكرام إنجازات متميزة تضاف إلى جامعة الشارقة وإلى إمارة الشارقة بشكل عام ودائما ما نرى هذه المشاريع الرائدة من الطلبة هي ما تقدم هذا النموذج المتميز فهذا إن دل فهو يدل على حرص القيادة وحكومتنا الرشيدة على النهوض بالمستوى التعليمي ودائما جامعة الشارقة هذا الصرح العلمي المميز يحقق هذه النجاحات وهذه الإنجازات مشاهدينا ننتقل معكم الآن إلى خبرنا التالي الشارقة لمناصرة اللاجئين تستقبل 177 ملفا من 39 دولة. تفاصيل هذا الخبر أعلنت القلب الكبير المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين في العالم عن استقبال 177 ملفا من 39 دولة من الدورة السادسة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين. وهي 110 ملفات من افريقيا و59 من اسيا و8 ملفات من دول اخرى. وتنظم الجائزه تحت رعايه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم اماره الشارقه وقرينته سمو الشيخه جواهر بنت محمد القاسمي رئيسه مؤسسه القلب الكبير والمناصره البارزه للاطفال اللاجئين لدى المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين. تسعى إلى تكريم المبادرات النوعية في العمل الإنساني الذي يستهدف حياة اللاجئين والنازحين في العالم ومشاهدنا انتقالا معكم إلى خبرنا التالي للعام الثاني على التوالي دفاع مدني الشرقة أفضل جهة رائدة بالإمارات حصدت الاداره العامه للدفاع المدني بالشارقه جائزه افضل جهه رائده للعام الثاني على مستوى قطاع الدفاع المدني في دوله الامارات العربيه المتحده. ضمن مشاركتها في جائزه وزير الداخليه للتميز في دورتها السادسه مرحله القائد العام بسبب ادائها المتميز ودورها في تحقيق استراتيجيه حكومه الامارات. مستهدفات وايضا مستهدفه الاجنده الوطنيه. تفاصيل في المقطع التالي. البدايه نهنئ انفسنا وجميع موظفي الاداره العامه للدفاع المدني لحصول الاداره العامه للدفاع المدني الشارقه على جائزه افضل اداره اقليميه او افضل جهه رائده بالاضافه للحصول على افضل فريق عمل وافضل موظف اداري في جائزه سمو وزير الداخليه المرحله مرحله القائد العام للسنه الثانيه على التوالي حقيقة من أهمية هذه الجائزة في إحدى معايير المؤهلة إلى جائزة سمو وزير الداخلية والتي تعتبر في غاية الأهمية الأمر الآخر أن هذه الجائزة تحتوي على معايير تؤكد عليها حكومة دولة الإمارات منها معايير الابتكار معايير الذكاء الاصطناعي والحمد لله قدرنا أن نتجاوز هذه المرحلة ونؤكد على استحقاقها بالإضافة إلى عده معايير كانت لها اهميه في حصولنا على الجائزه. الامر الاخر تثير روح المنافسه بين كافه الادارات الاقليميه والذي من شانه ان يؤدي الى وصولنا الى الاهداف الاستراتيجيه لوزاره الداخليه. وفي هذه المناسبه لا يسعنا الا ان نوجه الشكر والامتنان لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة على دعمه اللامحدود محدود لجهاز الدفاع المدني وكذلك سيدي سمو ولي العهد سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي على متابعته الحثيثة لكافة أهداف الدفاع المدني وكذلك الشكر الموصول إلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب الحاكم وكذلك سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب الحاكم على دعمهم اللامحدود لجهاز الدفاع المدني مشاهدينا نبارك للاداره العامه للدفاع المدني هذا الانجاز وهذا الاستحقاق الذي يضاف الى صيد الانجازات بالتاكيد محققين هذه الرؤى والتطلعات للتقديم المتميز والافضل دائما ان شاء الله فكل التوفيق لهم ان شاء الله في القادم مشاهدينا هذه كانت جولتنا في اخبارنا لهذا اليوم من اماره الشارقه وانجازات امارتنا الباسمه ننتقل معكم الان لاستكمال باقي فقرات برنامج حديث المساء من خلال سعي جامعة الشارقة على متابعة الطلبة في الجامعة قدمت طالبات جامعة الشارقة فرع خورفكان بكلية الاتصال مشروعات التخرج بصورة إبداعية وموضوعات متميزة نتابع معكم التفاصيل في التقرير الآتي نظمت كلية الاتصال في جامعة الشارقة فرع خور فكان مشروعات تخرج طالبات مسار الاذاعه والتلفزيون وقد رحب الدكتور عبد الله المغني باعضاء الهيئه التدريسيه والاداريه والطلبه واولياء الامور والزوار وعبر عن سعادته وامتنانه بما قدمته الطالبات من جهد وعمل في رفعه الجامعه. عرض الانتاج الاذاعي والتلفزيوني لطلبه الكليه باشراف الدكتور عمر جواد على مشروعات التخرج التي تضمنت عرض افلام وثائقية هادفة وتوعوية ونافعة للمجتمع التي تحاكي الفن والثقافة والواقع في الماضي والمستقبل. حقيقة فعالية اليوم تاتي تتويج لجهود الطلبة في جامعة الشارقة فرع خورفكان كلية الاتصال، هذه الجهود التي بذلت في الإطار النظري وياتي هذا اللقاء وهذا الحفل تتويج لهذه الجهود وترجمة للجانب العملي الان الطلبه والطالبات مقبلين على الحياه العمليه فاليوم كان هناك عرض لمشاريع التخرج وهو عباره عن ترجمه الاطار النظري للجانب العملي والحمد لله شاهدنا عروض جدا مميزه يعني فيها جهد وابداع من قبل الطالبات ودعم من الجامعه والاساتذه المشرفين على هذه المشاريع فوجدنا مشاريع تحاكي الواقع في المجتمع عرضت قيم عرضت أفكار جدا جميلة فيها رؤى استراتيجية بعيدة المدى بالإضافة إلى أن يعني وهذا هو الأهم جهد الطلبة والطالبات واضح وبصماتهم واضحة من خلال هذه المشاريع وهذا تقريبا يعني الحفل الخامس احنا سنويا حقيقة نقيم حفل لعرض مشاريع التخرج ولكن كان هناك توقف سنتين اللي كانت فيها جائحة كورونا وعادت الاوضاع ولله الحمد الان واحببنا ان نختتم فعاليات وانشطه فرع الجامعه بخورفكان بعرض مشاريع تخرج كليه الاتصال والذي جاء يعني ولله الحمد يعني وفق التوفق ونجح نجاحا كبيرا ولله الحمد. تسعى الجامعه الى تحقيق تطلعات الطلاب والطالبات وطموحاتهم وتوفير البيئه المتكامله لهم والدعم المتواصل من هيئة التدريس الإدارية والتعليمية لذا قدمت الطالبات عبارات صادقة تحمل مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء لجامعة الشارقة فرع خورفكان مشاهدينا من هذا التقرير ننتقل معكم الى موضوع حلقتنا التالي حيث يعد التطوع من انبل الافعال التي انتشرت في الاونه الاخيره بين الشباب واصبح التنافس لعمل الخير والتطوع له اثر جميل في المجتمع اي يعزز التكافل في المجتمع ويساعد في اكتساب خبرات ومهارات وتجارب جديده الحديث عن هذا الموضوع رحب معكم ضيفنا راشد حسن الرئيسي متطوع ومحاضر في تطوير الذات حياك الله يا راشد. الله يحييك يا اخويا يا مرحب مرحبا سهلا. نبدأ بالتطوع وبعدها نذهب إلى تطوير الذات وكذلك دور المحاضرات بداية اكتشافك لجانب التطوع فيك راشد متى كان؟ أه للأمانة وش اسمه أحمد الرحيم أه تطوع. أه ما كان من يعني من فتره طويله مه. ولكن خلينا نرجع من قبل اربع خمس سنوات مه. ولكن نحن لازم ما ننظر متى بديت ولكن شو اثرت اثناء بدايتك مه. اليوم لازم نشوف ما نشوف الكم ولكن نشوف النوعيه ونشوف شو قدمت صحيح. اثناء تواجدك في العمل التطوعي. جميل جانب التطوع ويعني المهارات اللي يكتسبها الشخص من العمل التطوعي ربما لا تعد ولكن اليوم ما اذا تحدثنا عن تجارب العمل التطوعي كيف لها ان تغير من يعني مفهوم الشخص في هذا في هذا الجانب؟ التطوع هو منهج للانسان نفسه ولكن يجب على الانسان انه يفهم هو ليش قاعد يتطوع او شو قاعد يقدم اثناء التطوع. هذا اهم شيء ولكن مع الوقت سبحان الله يصير عندك مثل نمط او روتين لنفسك وتشوف ان في اشياء صارت تتطور في شخصيتك واثناء تاديتك لعمل التطوع ممكن مش في الفتره القصيره ولكن في المدى الطويل راح تكتشف ان اكتشفت ان في اشياء كثيره صارت في حياتك من ناحيه التطوع طيب بعض هذه التفاصيل يعني نتكلم عنها التفاصيل اللي غيرت من حياتك كمتطوع تفاصيل كثيرة أولها أنا خلال دراستي الخارجية مهم. في بريطانيا أه ما احتكيت وايد مع ابناء الوطن خلال صحيح. خمسة سنوات فأول ما رجعت شفت أن تطوع أه لو نرجع في 2018 كان تطوع يعني مثل ما نقول الكل قام يتكلم عنه مهم. والكل قام يشارك فيه في شتى المجالات التطوعية من مهم. ناحية الثقافة والرياضة أو ما شابه لذلك صحيح. فأنا قررت أني أه يعني اشارك مع الشباب المتواجدين في الدوله فاشوف وين الميول اللي ممكن انا انجذب لاكثر من ناحيه العمل التطوعي ف اول شيء بديت في 2018 واكتشفت ان هذا العمل فعلا راشد مناسب انه يكون متواجد في هذا المكان بحيث انك تبني القاعده صحيح. من الشباب تتعرف اليوم على كثير من الاخوان صاروا عندك اليوم انه وين راح تشاركون شو شو حابين تسوون فهذا بنالي مثل اسلوب حياه مثل ما تقول م -م -م. جميل تفضل لا لا تكمل أخبر. جميل راشد يعني نعود قليلا الى فتره الجائحه الله نسال الله السلامه لنا وللجميع ان شاء الله انتشرت ما شاء الله الفرق التطوعيه وكذلك المساهمين في الاعمال التطوعيه ففي هذه الفتره كيف ترى ثقافه التطوع كانت حاضره بالنسبه لشباب الوطن سؤال جدا جميل اخوي اول شيء اثناء الجائحه واثناء الكوفيد نحن تطوعنا اول في بيوتنا بحيث ان ما نسلم على بعض كان اول تطوع هذا ترى التطوع اليوم مش فقط عمل تطوع حتى اسلوب انساني بينك وبين البيت مه. اسلوب انساني بينك وبين الزملاء في العمل ولكن جوابا على سؤالك يا أخوي انا تطوعت مع الهلال الاحمر في, في اثناء الجائحه نعم. وكثير من الشباب اللي تطوعوا اثناء الجائحه وشفنا ان صار ان اليوم نحن نبغى نبرز الهويه الوطنيه، الهويه الاماراتيه، اليوم في كوفيد في ازمه عالميه، شو انا حاب اقدم؟ وشفنا ان يعني الناس قامت تي حابه تسجل تتطوع اكثر عن قبل. <applause> حابة تبرز أكثر عن قبل لأنه هني فعلا يبين أن أنت شو من متطوع المتطوع المسلح بتطوع <applause> مش فقط أنا أتطوع أثناء الرخاء حتى أثناء الشدة الوطن لما يطلبني أتطوع قبل لا يطلبني الوطن صحيح فشفنا شفنا تواجد كبير وما زالوا الناس يعني شغالين في هذا الموضوع ولازم نشكرهم من هذا المكان جميل بالتأكيد نوجه لهم جميعهم الشكر على ما قدموه سواء في فترة الجائحة أو ما قبلها أو ما بعدها من الأعمال التطوعية اللي قدموها واللي ما زالوا يقدمونها راشد اليوم ذكرت نقطة جدا مهمة أن تتمثل الوطن في عملك التطوعي هل هناك أساسيات وضوابط تضبط المتطوع؟ في أساسيات كثيرة و... وأهم الأساسيات اللي هي الرسائل اللي, نو... اللي يعني نحصلها من قيادتنا الرشيدة <applause> أن نمثل آ... المجال التطوعي خير تمثيل، ترى المجال التطوعي ما يقل ابدا عن المجال المؤسسي او او وظيفتك، لان انت هني تمثل الدائره اللي انت فيها وهني ايضا تمثل دولتك بشكل عام، واليوم حتى لو تطوعت في اماكن فيها كثير من الوفود من دول اخرى، هني فرصتك أن تكون خير سفير لهذا المكان، فالضوابط كثيره واهمها اللي هو خير تمثيل وخير مثل ما نقول ترسم البرواز الصحيح للوطنيه الاماراتيه او الهويه الاماراتيه <applause> قيادتنا الرشيده الله يحفظهم دائما ونرى يعني شيوخنا وحكامنا مساهمين في الاعمال التطوعيه ودائما ما يقدمون الرسائل الجوهريه في العمل التطوعي فكيف عززت هذه الرسائل وهذه النصائح الابويه من القائد الى ابنائه ومن الاب الى ابنه في تعزيز ثقافه التطوع مفهوم التطوع أه اخوي محمد أه يوم شفنا في اكسبو 2020 دبي شفنا سيدي صاحب السمو الشيخ بن زايد آل نهيان رئيس صحيح. الدوله صحيح. متواجد بين المتطوعين في في اكسبو 2020 دبي هذه ترسل لك رساله لما يكون قائد يكون قدوه لك لكل اماراتي انه هو متواجد في الحدث كمتطوع اليوم انت تقول انا شو ينقصني؟ ليش انا مش متواجد؟ فسيدي صاحب السمو دائما يرسل رسائل يعني هو نبراس وهو هو قائدنا وهو يعني معلمنا في هذه الاشياء في شتى المجالات فتطوع نفسه كان متواجد لذلك نحن نمشي على نفس النهج اللي يمشون اللي يمشون فيه القادم والسيما يقصرون. جميل. اليوم ما شاء الله هناك الكثير من المحفزات للمتطوع يعني نذكر بعضها وهي جائزه الشرقه للعمل التطوعي التي تدعم الاسر والافراد والمؤسسات وتدعم جميع جوانب التطوع فهذه الجوائز اثرها كذلك على المجتمع على زرع قيمه التطوع. هذه هذه احدى الرسائل واحدى احدى النماذج المتواجده في الدوله ان دائما يكون متواجد للاسف البعض ممكن ينظر للتطوع من الناحيه الماديه اليوم اليوم الماده ممكن ينظر لها الانسان ولكن لازم نستوعب شيء جدا مهم ان التطوع والعمل التطوعي او عمل الخير هو مش فقط عمل للنظر للماده ولكن نظر للمدينه او للاماره او للامارات بشكل عام شو قدمت لنا نحن لو نقدم لها لو واحد بالمية من اللي هم يقدمون لنا إياه يعني. فنحن لازم نحط في بالنا أن أي شيء نقدمه للوطن هذا قليل في حق الدولة <applause> فدائما لازم ننظر أن تقديمنا للعمل التطوعي ليس فقط ليس فقط للتقديم ولكن للوطن لنفسه ولنفسك ايضا اليوم صحيح. انت لازم تذكر نفسك وتذكر اخوانك وتذكر حتى ابنائك في السنوات القادمه ان يجب علينا ليس فقط نمارس وظيفتنا المؤسسيه ولكن في اشغال اخرى نعرف كثير من الموظفين يداوم في عمله وينتقل بعد الدوام يروح يتطوع ولا ينظر لمساله الماده ولا آخره لا ينظر لشخصه وينظر ل الشيء الاسمى اللي هو الوطن. صحيح، رشدي اضافه الى ذلك يعني محاضر في تطوير الذات فهل هذا الجانب تضيفه الى العمل التطوعي او تقدمه ب او تقدم من خلاله منظور العمل التطوعي؟ ممكن ممكن ولكن عمل محاضرات تطوير الذات والتنميه البشريه اللي عندي هو تقدر تقول جانب اخر لي لان انا اليوم اللي حاب اقوله انه لا تظل في زاويه واحده م -م. ولا تحكر نفسك في زاويه واحده شوف اهم شيء للانسان انه يجرب وهو اخطر شيء واصعب شيء ولكن في اليوم الشباب عنده تخوف من ناحيه التجارب والتجارب تعلم الانسان صحيح مش دائما يجب عليك انك تنجح ولكن ما نسميه فشل ولكن تتعلم اذا انت ما تنجح دائما حط في بالك انك تتعلم فجانب تطوير الذات هذا الشيء ما ما راح اسميه تطوعي ولكن اقدر اقول هذا جانب آه انولد فيني في السنوات الاخيره ممكن يوم تواجه اشياء سلبيه في حياتك انولد <applause> عندك اشياء آه ايجابيه ودائما يقولون كيف انت ايجابي شفناك في هالموقف السلبي فدائما فدائما تنولد عندك مهارات اخرى في الصعوبات مهم. وفي التحديات ترى التحديات تولد لك امور أم أم امور كثيره فهذا تقدر تقول مهاره او تقدر تقول هوايه لي من ناحيه محاضره تطوير الذات او او التدريب او او ما شابه الى ذلك جميل التحديات يعني كلمه جدا مهمه وتحفيزيه اضافه الى ذلك يعني اليوم نتحدث عن التحديات التي تواجه كمتطوع ما هي ابرز هذه التحديات 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 فيها جانبين الجانب الاول يجب أن اذكرهم هم اخواني القاده المتطوعين يعني قاده الفرق التطوعيه ممكن هو سبب التحديات للمتطوع مثل ما مثل ما نقول والشيء الثاني ان المتطوع يحكر نفسه في زاويه معينه، حاول تنوع من اعمالك التطوعيه، هذا جدا مهم، لا تقول لا ما في، لا في كثير من الفعاليات المتواجده في الدوله، الحمد لله، يجب عليك انك تشوف انت وين حاب تتطوع، ولا تنظر فقط للساعات التطوعيه، في صحيح. ناس تنظر لا انا ابغي شهاده شهاده التطوع. أو تقدير للجامعة الفلانية أخلص ساعاتي وأمشي، أنت بهذه الطريقة مش قاعد تستانس، صحيح. أنت قاعد تجبر نفسك، نحن ما نبغى نوصلها أني أنا أجبر نفسي أني أتطوع، لا، أنا أبغى أوصلها أني أستمتع وأنا قاعد أقدم الخدمة المجتمعية، طبعًا في النهاية أنا مش قاعد أخدم أشخاص، قاعد أخدم وطن وهذا أكبر وسام شرف لك. مجرد تذكر هذا الشيء كثير من التحديات أصلاً راح تنساها. والشيء الثاني ان قاعده التطوعيه لازم يفهمون شيء واحد وهي رساله جدا مهمه ترى في كثير من الناس ما يعرفون المتطوعين متواجدين معاهم أول شيء موظفين ترى حاملين شهادات يعني عليا من خارج الدوله ومن داخل الدوله صحيح المتطوعين يعني مش ناس مثل ما يقولون يعني مثل ما يقولون الطبقه اللي مش عارفه ومش فاهمه لا لا المتطوعين ناس نحن نفتخر فيهم وناس يشرفون لهم وناس انجازات لهم إنجازات كبيرة لكن ممكن بعض الناس لازم اليوم نحط يعني مثل ما يقولون نسمي نسمي الأشياء مسمياتها ونحط النقاط على الحروف ف... إن المتطوع ترى إنسان جدا راقي يقدم خدمة جدا راقية لنفسه للمجتمع للوطن فعلا راشد نصائح أخيرة تقدمها للمتطوعين واللي يعني يلتحق في هذا المجال التطوعي المميز العالم المميز في مجال التطوع اخوي محمد اليوم اسمح لي انا دائما يعني اقدم النصائح باسم راشد ولكن اسمح لي اليوم ما راح احط اسم راشد في ناحيه النصائح راح انصح نفسي اول شيء وانصح اخواني واخواتي وارسل رساله من سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن هو 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 ال... هو... <applause> الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله الله يحفظه هو نبراسنا هو قائدنا وهو هو هي رسائل أتي من عنده هو اليوم نحن عندنا قائد اسمه الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله هو ارسل الرسائل بحيث نكون خير سفراء لهذا الوطن. فعلا. في الداخل والخارج سواء في العمل المؤسسي او العمل التطوعي، لازم نتذكر كلماته عيالي انتم عيال زايد كونوا خير ممثلين وخير سفراء للوطن، اي شيء بتسويه انت اماراتي. هذه رسائل من اليوم اسمح لي مثل ما قلت لك الرسائل ما كانت من راشد اليوم الرسائل من سيدي صاحب السمو شو حاب زاد عنها يا رئيس الله يحفظه ويطول بعمره يا رب شكرا لك راشد مشكور. يعطيك العافيه على تواجدك معنا وكل التوفيق لك ان شاء الله في مجالك واعمالك اللي تقدمها شكرا لك مشكور جزاك الله اذا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في برنامج حديث المساء